نبدأ بهذا الحديث الذي أشرنا إليه قبيل الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه، ولفظه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، ركعتين يعني بعد طلوع الشمس بمدة الطلوع التي يكره فيها الصلاة، وذلك ما يقدر بحوالي ثلث ساعة، ثم صلى ركعتين، كان له أي هذا العمل كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث يشير إلى فضل هذا العمل العظيم. قد سأل يوما بعض الأحبة: أإذا فعلت هذا في البيت، يعني صليت الفجر في جماعة ثم ذهبت وأنا أذكر الله فتابعت ذلك في البيت إلى أن طلعت الشمس، إلى أن صار وقت الضحى، إلى أن صليت ركعتين، أنال هذا الأجر؟ لا لا، الحديث يقول في جماعة ثم قعد. أين قعد؟ ما قال في البيت. فارق كبير. على ما تنال كل هذا الأجر العظيم؟ على حبسك نفسك في هذا المكان حتى تطلع الشمس، ثم يمضي مدة زوال الكراهة ما بين طلوع الشمس وما بين الوقت الذي تصح فيه الصلاة، ثم تصلي ركعتي الضحى، فحينها تنال هذا الأجر. هذا يحتاج إلى تثبيت نفس، لا يستطيع كل إنسان أن يفعله، وبخاصة إخوتنا الساهرون. كثير من الأحبة في رمضان وغير رمضان يقول: أسحب باللهجة العامية حتى الصبح عشان ما أروحه. جميل، ولكن لماذا في الأصل تسحب حتى الصبح؟ ماذا تسحب؟ وردان يعني؟ ذكرى لله تعالى؟ أنت تدري ماذا تفعل؟ تسلم إلى أن تؤذن الفجر. لماذا ترهق نفسك هذا الإرهاق؟ لما؟ في طاعة الله عز وجل حي هلا، ولكن ليس كذلك إلا ما رحم الله. قال: شان ما أضيع صلاة الفجر. طيب يا أخي، لماذا هذا الإرهاق أصلا؟ أنت مريض؟ بعض الإخوة مرضى عافانا الله، لازلت أشكو منذ سنوات، قدر الله ما شاء فعل، بعض الأمراض التي أصابتني وتزيد علي في الليل. وأنت وغيرك وغيرك، أنت مريض، ليس على المريض حرج، أنت صاحب أعمال مجهدة شاقة، ليس على هذا الإنسان حرج من يسعى على عياله، ولكن إذا كنت لست كذلك فعلام تسهر كل هذا في الليل؟ لما تصل الليل إلى صلاة الفجر؟ في صلاة الفجر سترهق إرهاقا شديدا، لن تستطيع بعد ذلك أن تجلس ولا 10 دقائق بسبب الإرهاق. فالخير يا أيها الأحبة في كل الأوقات، في رمضان وفي غير رمضان، أن لا يطيل الإنسان السهر، فإن في السهر إرهاقا للأعصاب، إتلافا للجسم، إتعابا للبدن، وليس الإنسان قد كلف بهذا. الله تعالى جعل النوم سباتا والليل لباسا، سباتا أي قاطعا عن العمل ليستريح فيه البدن، وهو الوقت الأنسب. إذن هذا الأجر يناله يا أيها الكرام من حبس نفسه في المسجد من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، إلى أن يمضي بعد طلوعها ما يقرب من 20 دقيقة، ثم صلى الضحى ثم انصرف إلى بيته، ينال هذا الأجر العظيم الكبير الجليل، أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما هذه اللفظة تامة؟ من لفظة الحديث الشريف إتمامها. فهذا فضل عظيم، من استطاع أن يؤديه في كل السنين في كل الأوقات فحيها، من لم يستطع كما قلنا ليس على الإنسان من حرج. هذا من فضائل الأعمال وعظائمها والأشياء التي تقرب إلى الله، فليحرص الإنسان عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فضيلة أخرى لا بأس بالمحافظة عليها، وهي أن الإنسان إذا فرغ من صلاة الفجر فينبغي له، وأقول فضيلة يا أيها الأحبة، يعني ليست واجبا ولكنها فضيلة ويترتب عليها أجر عظيم، إذا فرغ من صلاة الفجر فمن الخير له أن يبقى على جلسته لا يتحرك،
على نفس قاعدة الصلاة لا يحرك جسده. إلى متى؟ إلى أن يفرغ من 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقد ورد أيضا في الحديث الشريف الذي أخرجه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح ثم قال وهو في مكانه ثان رجله لا يتكلم. هكذا في الحديث: من صلى الصبح ثم قال وهو في مكانه ثان رجله، يعني على جلسته لا يتغير، ثان رجله لا يتكلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه رواية البيهقي. في رواية الإمام النسائي: له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير. زيادة النسائي: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: إلا كتب له 10 حسنات وكفر عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في يومه في حرز من الشيطان. وكان في يومه في حرز من الشيطان. هذا الأمر أيضا من استطاع ذلك. بعض إخوة يقول: أنا مريض، أنا عاجز، أنا كذا أنا كذا. قلنا إنه فضيلة في الأصل ليس واجبا، لكن إن كنت تستطيع أيضا يحتاج هذا الأمر إلى حبس النفس. دائما كل عمل صالح يا أيها الأحبة، بل وكل عمل من أعمال الدنيا أيضا يحتاج إلى حبس النفس. لا يصير الإنسان عالما مثقفا متقنا لصنعة إلا بحبس النفس، يبذل جهده ويراقب ويدقق ويتعب حتى يحصل إن شاء من خيرات الدنيا وإن شاء من خيرات الآخرة. فلا بأس للإنسان أن يفعل هذا أيضا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو من الفضائل الخيرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البارحة بدأنا بكتاب اسمه كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين، باب فضل قراءة القرآن، وتذكرون أننا مررنا على بعض الأحاديث من فضلها. قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه بيان نبوي جميل عظيم، وفيه شيء مما أكرم الله تعالى به نبيه مما أطلعه على بعض غيوبه سبحانه وتعالى. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الكتاب المشار إليه هو القرآن العظيم، يرفع به أقواما أي بالعمل به، بإتقان تعلمه ثم العمل به والإخلاص في العمل به لوجه الله تعالى، ويضع به آخرين. فإذا هناك أناس ممن حملوا القرآن يضعهم القرآن إلى الأسفل. قال: هو تعلم القرآن، نعم، ولكن للدنيا. وكم في دنيانا هذه من يفعل هذا؟ لا في زماننا، لأن كثير من الناس قل لك: هذا الزمان، هذا الزمان. لا يا أخي، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، منذ عصر الصحابة وإلى زماننا من تعلم القرآن للدنيا. فالقرآن يضعه، يظن هذا الإنسان أن القرآن سلم ليصل إلى مآربه، فتعلم القرآن يصير قارئا متقنا. نعم، بعض الناس فرغ نفسه للقراءة مقابل المال، أعلم بالمال، هات المال لأعلم، ما في مال لا أعلم. طيب، إنسان آخر صار قارئا متقنا، صار كلما قرأ يقرأ على الموتى، وكلما كان صوته أجمل بالقرآن فإن طلابه من الأغنياء الذين يريدون التباهي بالقرآن وحسن الصوت وحسن النظر وإتقان القراءات العشر، هذا أيضا أجره أغلى. أعرف عددا من الناس يحفظ القرآن غيبا والقراءات العشر فوقها ويطلب على ذلك المال.
كيف يشتغل الرجل بما يسمى بالمؤريات، نعم، فيطلبه الأغنياء وما يسمى بالذوات. لماذا؟ لأنه غني، وفلان بن فلان هو صاحب الجاه وصاحب السلطان، فيأتي بهذا القارئ فينغم هذا القارئ، الجالسون كلهم يعني أصحاب مكانة في المجتمع. إيش هذه القراءة؟ هذا القارئ جيد. كم دفعت له؟ 50,000. أحضره إذا مات قريب لي أيضا. القرآن للأموات وللتباهي أيضا وللدنيا وللمظاهر. وبعضهم يتعلم القرآن لينصبوه في مجال العلم الديني، ليصير إماما خطيبا مفوها ذا مكانة عند ذوي السلطان عند. فهو يتعلم القرآن لهذا. طبعا دائما يا أيها الأحبة، أذكر مرة بعض الإخوة قال لي: من أين تعرف هذا؟ أنا لا أعرف، هذا الأمر موجود، هذا الحديث يقول هذا، وهذا القرآن حدثنا عن بني إسرائيل الذين تعلموا القرآن. لو أنني أحدد أحدا لقال لي: أنت شققت على قلبي. لا شققت على قلبي ولا أدري أحدا يا أيها الرجل، لا أنا ولا غيري، ولكن نتكلم عن كلام عام حاصل. فكل إنسان، أنا وأنتم، لما أخاطب بهذا الكلام أخاطب نفسي وأخاطبكم وأخاطب كل من يسمع. الإنسان يرجع إلى نفسه: أأنا هكذا؟ أأنا ممن يعلم القرآن ويتعلم القرآن لمناصب الدنيا، لمظاهر الدنيا، لمال الدنيا، لهكذا، لهذا السبب أتعلم القرآن؟ لما؟ بعض الإخوة يحب التباهي حتى في القرآن أيضا، فيضعه القرآن ولا يرفعه. فلان صديقي حفظ، وأنا أحفظ أسبقه، فإذا سبقته قيل: فلان ما شاء الله متعلم، إيه هذا يحمل الشهادة الفلانية، نعم، وهو حافظ للقرآن. فيشرح بنفسه هكذا: كان حافظ القرآن من وداه، صحيح مثقف ده بس ليس حافظا للقرآن. أين هو مني؟ زدت عليه بمراحل، بذلت جهدي. بعد أنا إذا كنت مثقفا وجمعت حفظ القرآن فأنا وصلت الذرة العليا، ليس بعدي مرتبة أبدا، أنا بلغت المرتبة القصوى. مثلا طالب العلم أو الذي تخصص في العلوم الشرعية هذا مجاله، أما أنا جمعت الحسنيين، جمعت الثقافة العامة ومعها القرآن. هو يريد بذلك ليظهر أيضا على الناس ويستكبر عليهم في نفسه، فهذا أيضا مما يضعه القرآن العظيم. فهذه القضية يا أيها الأحبة قضية النيات، خطيرة جدا في كل شيء، وبخاصة في المجال الديني الشرعي. بعض الناس أيضا يتعلم القرآن لينافق من له سلطان، فيعطيه من المال ويغدق عليه من النعيم وكذا. من قديم كنا نسمع: فلان قارئ الملك، فلان قارئ الرؤساء، فلان قارئ الوزراء. إيش يعني إذا كان يقرأ أمام الملك ولا الوزير ولا الأمير ولا السلطان ولا الغني ولا إيش يعني ينال؟ ما الذي سيناله إلا دنياهم؟ من قديم من قراءة القرآن المشهورين الذين لهم تسجيلات وكذا وكذا، إيش يعني؟ قرأ أمام الملك، فما الذي جرى له يعني؟ سبحان الله العظيم. هذه القضية إن لم يحسن الإنسان ضبطها مع نفسه يا أيها الأحبة ضيع كثيرا جدا، لأنه يضع أشرف شيء في أسوأ شيء، يضع كلام الله القرآن العظيم المبين في طلب الدنيا. لا يا أخي، اطلب الدنيا بلا القرآن خير لك، خلاص. تريد الدنيا أنت؟ دع القرآن يا رجل، لا تجعل القرآن سلما لدنياك، لا تجعل القرآن سلما لدنياك، اجعل طلبك للدنيا للدنيا. فأنت تبتغي الدنيا، اعمل أي عمل تنال به المال، تنال به مكانة، أي عمل آخر. أما للقرآن بالذات أو للعلم الديني هذه مصيبة كبرى. لذلك نتيجة هذا الأمر ترى كثيرا من الناس يعزفون عن الدين، ينظر فيرى فلان العالم، فلان القارئ، فلان، نعم، يشوف هذا الإنسان منافق، ما بدي، وبطلت أصلي، بطلت أجي على الجامع،
طبعا هذا ليس عذرا أيضا، هذا الذي يقول جاهل. إذا كان هذا الإنسان منافقا فهل هذا يعني أن كل من تعلم القرآن منافق؟ حاشا لله، حاشا لله. ولكن بالمقابل هذا الإنسان يسأل نفسه، كيف أصنع بنفسي هذا؟ كيف أصنع بنفسي هذا؟ أصد الناس عن سبيل الله وعن دين الله لما يرون مني نفاقا فيبتعدون عن الدين بسبب نفاقي، فأنا أصد الناس عن سبيل الله بذلك يترتب علي بلاء أشد. فهذا الحديث كما قلت لكم يا أيها الأحبة حديث عظيم في مقصود تعلم القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال أهل العلم: هذا الحسد المشار إليه في الحديث يسمى حسد غبطة، حسد الغبطة. قال: إيش هذه؟ ما معنى حسد الغبطة؟ حسد الغبطة هو في ظاهره حسد ولكنه في الحقيقة ليس حسدا. حسد الغبطة أن تتمنى كما آتى الله تعالى فلانا من أصحابك من جيرانك من أصدقائك تعلم القرآن وحفظه والإخلاص فيه أن يؤتيك الله مثله. هذا حسد جميل. فلان غني آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، فقل يا رب ارزقني مالا وأعني على أن أجعله في طاعتك. فأنت في نفسك تحسده، لكن كما قلنا حسد اسمي لا حسد فعلي، لأن الحسد الفعلي تمني زوال النعمة عن الناس، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة. فالذي يقول يا رب أنسه والعياذ بالله القرآن وأعطني إياه، هذا هو الحسد المذموم. أما حسد الغبطة، قال: رجل رأى إنسانا حافظا للقرآن ومتقنا له ومخلصا فيه، سيما الإخلاص عليه. ويا أيها الأحبة، لا بد أن يكسو الله تعالى عباده شيئا مما في قلوبهم، فمن عليه سيما الإخلاص لا بد أن تظهر على وجهه، ومن عليه سيما النفاق لا بد أن يظهر ذلك على وجهه. والناس وضع الله في قلوبهم شيئا من المرآة يكشف ذلك، في عندهم مرآة داخلية وإن لم يكونوا من أصلح الصالحين، في مرآة داخلية. كانوا قديما يقولون: ألسنة الخلق أقلام الحق. قديما كانوا يقولون: ألسنة الخلق أقلام الحق. هذا ليس حديثا من باب الذكر، أقول قول ولكنه قول جيد، حكاه عدد من أهل العلم ونقلوه في كتبهم من قديم. ألسنة الخلق أقلام الحق. الله تعالى ينطق الناس بما يظهره على وجوه الناس ممن لهم بروز. فلان يا أخي، فلان ما شاء الله، سبحان الله، ينطقون بذلك. فالذي يتمنى أن يؤتيه الله القرآن كما آتى فلانا لأن عليه سيما الإخلاص، هذا ظاهره حسد لكن باطنه خير. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثم في هذا الحديث فائدة لطيفة، وهي: انظر إلى إشارة أشارها سيدنا رسول الله في الحديث الشريف. آتاه الله القرآن، نعم، وأنا حسدته، يعني تمنيت أن أكون مثله، لكن هذا الذي آتاه الله القرآن إيش يفعل؟ قال: يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يطبق، يعني يطبق القرآن، لا يتعلمه لمجرد تعلمه كما أشرنا منذ قليل، معناها يطبق. والثاني قال: آتاه الله مالا وأنا أحسده، أتمنى أن أكون مثله، ماذا يفعل بالمال؟ قال: يقوم ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
يتصدق به هنا وهنا، يعني جاءه المال لا لتكديسه بل لإنفاقه. فأنا أتمنى أن يرزقني الله تعالى مالا لأنفق كما أنفق. هذه منزلة عظيمة يا أيها الأحبة الكرام، منزلة عظيمة أن يصل الإنسان إلى طلب المال لإنفاقه. نال مثل هذا الصحابي الجليل سعد بن عبادة، وابنه قيس بن سعد بن عبادة، كانا يقولان رضي الله عنهما: اللهم ارزقنا مالا فإنه لا يصلح لنا إلا المال. الإشهاد الكلام: اللهم ارزقنا مالا فإنه لا يصلح لنا إلا المال. كانا أجوادا، كانا أجوادا ما يسمعان بباب خير إلا وهم الأوائل السباقون، فدائما يبتغون أن يكون المال بين أيديهم ليبذلوه بسرعة شديدة في سبيل الله عز وجل. فإذا قل المال بين أيديهم ورأوا فقيرا ماذا يفعلون؟ يتمزقون فيقولون: اللهم ارزقنا مالا لا يصلح لنا إلا المال لنبذله في سبيلك، لكي لا نرى إنسانا يتضور جوعا وليس عندنا شيء نكرمه ونساعده ونعطيه إياه. سبحان الله. لذلك هذه منزلة كبرى، أن يجعل الله تعالى المال مسخرا لطاعته. فلذلك يستحق مثل هذا الإنسان أن تحسده على ما أعطاه الله إياه، لأنه سخره للخير كما قلنا حسد غبطة بعدم زوال النعمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. من هذا الرجل؟ اختلف أهل العلم فيه منذ مدة في تراجم الصحابة، ترجمنا لصحابي جليل حصل معه ما يشبه هذه الحادثة، فهل هو بالذات؟ اختلف أهل العلم. والصحابي الجليل أسيد بن حضير في وقتها قصته مشابهة لهذه القصة، فهل هو بعينه؟ كما قلت اختلف أهل العلم. هذا الرجل ماذا به؟ قال: كان يقرأ القرآن وعنده فرس حصان مربوط بشطنين. الشطن هو الحبل. امرؤ القيس من جملة أبيات شعره يقول: أشطان بئر في لبان الأدهم، أو لعلها لعنترة من معلقته، أشطان بئر في لبان الأدهم. نعم، فالأشطان والشطنان هما مفردهما شطن وهو الحبل. مربوط هذا الفرس بحبلين من هذه الجهة ومن هذه الجهة، هو يقرأ سورة الكهف، الفرس تنفر وترفع حوافرها وتخاف. الرجل ما يعرف من الذي جرى، فنظر قال: فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر يزداد. فلما أصبح عند الفجر جاء إلى رسول الله فأخبره، استغرب: سحابة فيها أضواء تلمع والفرس بدأ ينفر، منظر عجيب مهيب، هو لم يعني يرى مثله في حياته، ما هذا؟ فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة يا أيها الأحبة كما قال أهل العلم هي الملائكة، الملائكة تنزلت على شكل سحابة يعني غيمة، فرأى أمثال السحاب في بيته كأنها غيمة. في حديث أسيد بن حضير: فيها من الأضواء ما لا يعلمه إلا الله، ضوء باهر جميل عظيم. إيش هذا؟ بدر أسيد رضي الله عنه في حديثه. لعله مثل هذا، لعله أقول تلك السكينة، فحينما يقرأ القرآن الإنسان تتنزل ملائكة الله تعالى بالرحمات عليه. اللهم أكرمنا بتنزل السكينة على قلوبنا وأفئدتنا، واجعلنا من حملة القرآن الصادقين في حمله. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما إله إلا هو الحي القيوم.